بدأت الجولة الأولى من الانتخابات صباح يوم الأحد، وشارك فيها 13 مرشحا، وبالإضافة لانتخاب رئيس البلاد على الناخبين التصويت لانتخاب حكام 26 ولاية وحاكم ديستريو فيدرال في برازيليا وأعضاء البرلمان ومشرعي الولايات. وفي ظل الأزمة الاقتصادية وفضائح الفساد السياسي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، صعدت قوى اليمين لتتنافس مع قوى اليسار. وتعتقد وسائل الإعلام البرازيلية بشكل عام أن الانتخابات الرئاسية هذه السنة تعد الأكثر انقساما في البرازيل خلال العقود الثلاثة الماضية، وجعلت فضائح الفساد السياسي والاقتصاد المتدهور الشعب البرازيلي يتضلع إلى هذه الانتخابات.